الاتحاد ابتدا من هون، نادي الاتحاد ابتدا من هون. والشباب انا برايي ادى بهمه كابتن معن وبهمه الكابتن الموجودين هنيك، انا برايي ادى. نحن اخترنا فريق الشباب لاني صرنا صراحه شيء اكثر من 10 سنين بالنسبه عم نعاني، بيجينا فريق لاعبين من برا للاسف ندفع مصاري ومبالغ هائله نحن هلا اخترنا اولادنا فينا دافعنا على هذه القصه. احمد نعساني رئيس رابط مشجعين نادي اهلي حلب، مثل ما شايفين اليوم اجواء كتير حلوه، طبعا نحن على صفحه الاهلي، شو رح تحكي عن المباراه وشو توقعاتك؟ صراحه احنا اخترنا هذا المكان لاني لنا ذكريات فيه كتير كبيره وكتير منعشه لحلب كلها. الصراحه لنا ثقه بهالفريق الشباب، الفريق اللي نحن اخذنا فيه بطوله باسيا الصراحه بال 2005. بتوقع انه ينعاد السيناريو. شو تتوقع النتيجه اليوم؟ صراحة مباراة صعبة، نحن يعني فريقهم منافس على مستوى آسيا، ونحن فريقنا شباب، فريقنا عمره 3 شهور، وفريقنا ابتدى الصراحة من للأسف ولا شيء، أبناء النادي يعني، إن شاء الله خير، نحن بنتمنى يقوموا في واجبهم، يكونوا رجال في أرض الملعب، ونحن ما مطالبينهم في أي شيء، لا في دوري ولا شيء، بس يكونوا رجال في أرض الملعب، هذا اللي بدنا. نتمنى التوفيق إن شاء الله. رح نحكي كمان مع شخص هو أكيد ما في حدا أهلاوي إلا ما بيعرفه. أهلاوي ناجي. مساء النور. يسعد ربكم وشرفتونا ونورتونا. شو توقعاتك لمباراة اليوم؟ أول شغلة بسم الله الرحمن الرحيم، ذكريات 2010 إن شاء الله بإذن الله رح تعاد بإذن الله من أرض الجميلية. ما في شيء صعب إن شاء الله. نحن اليوم تعلمنا بنادينا، بيسد الله مع ببالغ بالذات بنادينا. يعني ما بحسب حساب الا اني هو لابس كنزة الاتحاد، مع كل الاحترام لاي فريق كبير، بتمنى من جمهورنا اني نعطي الصبر لهذا الفريق، اغلبيته لعيبه صغار، اول مره اول سنه له بالرجال، لازم نضل عم نعطيه الدعم المعنوي، لازم نضل معهم باي كان المركز، هذول ابناء نادينا، نحن شجعنا اللاعب الغريب اللي استقطبناه من برات النادي، ما بالك اليوم انت ابن ناديك اللي ترعرع عندك لو وصل لمرحله الرجال، صدقني عندنا مجموعه توفيق من رب العالمين باذن الله. بتمنى لكم التوفيق. مساء الخير. مساء النور. شو تتوقع نتيجه المباراه؟ لا ان شاء الله ان شاء الله اليوم فوز اهلاوي باذن الله. والله منا كبير بالنادي. شو تتوقع النتيجه؟ شد ما كان اني رجيل النن. ان شاء الله نربح وان شاء الله افرح الجمهور كله. التوفيق. طبعا بتمنى، شايفين اجواء كثير حلوه هون بملعب نادي الاتحاد، بمقر نادي الاتحاد بالجميليه، مقر نادي الاتحاد القديم، مكملين لسه معكم مع الجمهور لحضور مباراه اهلي حلب والوحدات الاردني بكاس الاتحاد الاسيوي. هون لسه مع جمهور اكبر جمهور بسوريا وبالوطن العربي، جمهور اهلي حلب. شو توقعاتك نتيجه اليوم؟ اول شيء ان شاء الله نربح، على ما هو نربح، على ما هو نخسر، فرينا كله اولاد ان شاء الله باذن الله. ابو الحسن دهان ان شاء الله تسجل جول باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شو توقعاتك للمباراه اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، المباراه قويه، بتلعب انت مع فريق الوحدات قدام ملعبه قدام جمهوره، نحن فريقنا فريق شباب مبتدئ من اولاد النادي، ان شاء الله بنقدم نتيجه واداء يرضي الجمهور، وان شاء الله نقدم نتيجه حلوه ترضي جمهور حلب وجمهور سوريا. والله بتمنى هذا الشيء.